ماء زمزم المبارك شفاء للعليل ورحمة من خالق الأكوان. مستمعين الكرام، مكة أحب بلاد الله إلى الله تعالى، وأحب البقاع إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها أنواع الخير والبركة، وهي نوارة زاهية زاكية يهفو إليها قلب كل مؤمن. ففيها الكعبة المشرفة والحجر الأسود وماء زمزم التي ما زالت منذ آلاف السنين نعمة الله على عباده. ماء زمزم مكنوز بالأسرار، وحسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. يقول أبو عبد الله الحكيم الترمذي، وهو غير الترمذي صاحب السنن، في كتابه نوادر الأصول: الشارب لزمزم إن شربه لشبع أشبعه الله، وإن شربه لشفاء شفاه الله، وإن شربه لسوء خلق حسنه الله، وإن شربه لضيق صدر شرحه الله، وإن شربه لانغلاق ظلمات الصدر فلقها الله، وإن شربه لغنى النفس أغناه الله، وإن شربه لحاجة قضاها الله، وإن شربه لأمر نابه كفاه الله، وإن شربه لكربة كشفها الله، وإن شربه لنصرة نصره الله، وبأي نية شربها من أبواب الخير والصلاح وفى الله له بذلك، لأنه استغاث بما أظهره الله تعالى من جنته غياثا. وأما اللغوي الثعالبي فقال في كتابه ثمار القلوب كلاما يؤكد ما لزمزم من الخصائص والمزايا، حيث يقول: فكم من مبتلا قد عوفي بالمقام عليه والشرب منه والاغتسال به، بعد أن لم يدع في الأرض ينبوعا إلا أتاه واستنقع فيه. نبدأ أولا بالكلام عن قصة ماء زمزم. لقد ذكر كثير من المؤرخين الإسلاميين قصة ماء زمزم، ومن أشهر هؤلاء الأزرقي في كتابه تاريخ مكة، حيث يقول: أوحى الله تعالى إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وولدها إسماعيل إلى مكة، فأتى بهما وأمر هاجر أن تتخذ عريشا ثم انصرف، فتبعته وسألته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ونفد ما كان معها من الماء، فعطشت وعطش ولدها، فنظرت إلى الجبل فلم تر داعيا ولا مجيبا، فصعدت على الصفا فلم تر أحدا، ثم هبطت وعينها على ولدها حتى نزلت في الوادي، وغابت فهرولت حتى صعدت من الجانب الآخر فرأته، واستمرت إلى أن صعدت المروة فما رأت أحدا، وفعلت ذلك 7 مرات، ثم عادت إلى ولدها وقد نزل جبريل عليه السلام
فضرب موضع زمزم بجناحه فنبع الماء، فبادرت إليه هاجر وحبسته من السيلان كي لا يضيع الماء. انتهى ما قاله الأزرقي. وبهذا الماء الشريف المبارك غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بيد سيدنا جبريل عليه السلام، وذلك توطئة وتمهيدا لبعثته وتحضيرا لقلبه للأمور العظام والحوادث الجسام، وتهيئة لمعراجه إلى السماوات العلى. فتدفقت مياه النبع العظيم بين الكعبة والمقام والحطيم في بيت الله العتيق غوثا للسيدة هاجر وابنها الرضيع إسماعيل الذبيح، وسقيا لضيوف الرحمن في بيته الحرام، وليكون آية للناس وعبرة على مر السنين. الروم وماء زمزم. لم يقتصر حب ماء زمزم والتسابق على شربه على المسلمين فقط، فقد عرف الروم فضل هذا الماء واختبروه بالتجربة. فقد روى الفاكهي في كتابه أخبار مكة روايات عدة تؤكد أن الكثير من علماء الروم أحبوا ماء زمزم وفضلوه على معدن الذهب. فقد نقل عن مجاهد التابعي المكي شيخ القراء والمفسرين قوله: كنا نسير في أرض الروم فآوانا الليل إلى راهب فقال: هل فيكم من أهل مكة أحد؟ قلت: نعم. قال: كم بين زمزم والحجر؟ قلت: لا أدري إلا أن أحزره. قال: لكني أدري إنها تجري من تحت الحجر، ولأن يكون عندي منها ملء طست أحب إلي من أن يكون عندي ملؤه ذهب. وروى أيضا الفاكهي عن محمد بن حرب عمن حدثه قال: إنه أسر في بلاد الروم، وإنه صار إلى الملك فقال له: من أي بلد أنت؟ قال: من مكة. قال: نعم. قال: فهل تعرف بره؟ قال: نعم. قال: فهل لها اسم غير هذا؟ قال: نعم، هي اليوم تعرف بزمزم. قال: فذكر من بركتها، ثم قال: أما إنك إن قلت هذا إنا نجد في كتبنا أنه لا يحثو رجل على رأسه منها ثلاث حثيات فأصابته ذلة أبدا. موقع بئر زمزم. تقع بئر زمزم بجوار مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام الكعبة المشرفة، مما يلي الحجر الأسود على بعد 18 مترا منه، وفتحة البئر تحت سطح المطاف على عمق 1.5 متر. وتشير الدراسات التي أعدت لمعرفة مصادر مياه البئر والتي تمت أثناء الأمطار والسيول أن مصادر بئر زمزم تختلف عن المياه الجوفية، وهذا يؤكد أن هناك مصدراً مستقلاً لمياه زمزم غير المصادر المعهودة. ومن عادات أهل مكة أنهم يستقبلون ضيوفهم بتقديم ماء زمزم احتفاءً بهم، وهم يتفننون بتقديمه بارداً في أوعية مزخرفة ومبخرة باللبان والمستكة لإكسابه طعماً محبباً للشاربين. ويحرص أهل مكة على الإفطار في رمضان على شربة من ماء زمزم، ويحنكون مواليدهم بالتمر وبجرعة من زمزم ليكون أول ما يدخل جوف المولود حال ولادته التمر وماء زمزم المبارك. كما يحرصون على جعل ماء زمزم آخر ما يغسل به موتاهم قبل دفنهم رجاء بركته. من الصفا للمروة يا شارب من زمزم ذكرني الدعوة، يا ساعي بهم من الصفا للمروة يا شارب من زمزم ذكرني الدعوة، يا طالع على جبل الرحمة
زمزم شراب الأبرار. ولزمزم أسماء عديدة، منها زمزم مكنونة، طيبة، الشباعة، برة، بركة، عافية، سقيا الحاج، وشراب الأبرار. ومن خصائص هذا الماء أنه نقي لا يتغير لونه ولا يفسد طعمه، ويبقى على حاله ولو حفظ لمدة طويلة. ومن أسراره التي خصها الله تعالى بها أنه لا ينضب أبدا، والناظر في بئر زمزم يرى أن مستوى الماء فيه لا يتبدل ولا يتغير، فهو على مستوى واحد لا يقل ولا يكثر مهما أخذ منه. ويروى عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: إن الله عز وجل يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة، وتغور المياه غير ماء زمزم، وتلقي الأرض ما في بطنها من ذهب وفضة، ويجيء الرجل بالجراب فيه الذهب فيقول: من يقبل هذا مني؟ فيقول: لو أتيتني به أمس لقبلته. أروي مني ذاب مفلتك الحجر إن شحت يد الديم، أروي مني ذاب مفلتك شحت يد الديام. ثم قف بالباب ملتزما، ثم قف بالباب ملتزما، من حماها خير ملتزم. افتراء على ماء زمزم. حاول العديد من أعداء الإسلام الطعن في صحة ماء زمزم والتشكيك في فوائده، ففي زمن السلطان عبد الحميد الثاني الخليفة العثماني قامت القنصلية الإنجليزية في مدينة جدة بالحجاز بطبع تقرير عن ماء زمزم، زعمت فيه أنها أخذت عينة من ماء زمزم عن طريق أحد المسلمين العاملين لديها في القنصلية، وكان التقرير سيئا للغاية، وقد قالوا فيه: إن ماء زمزم فيه كل الجراثيم المضرة، وفيه الكوليرا، بل هو أسوأ من ماء المجاري. وطبعوا ذلك في رسالة سموها حجة مكة وكوليرا زمزم. وقد بعث السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى بطبيبه الخاص إلى مكة، فأخذ قليلا من ماء زمزم وحلله في المختبر، فوجده على أحسن حال، وكتب تقريرا رد فيه على الافتراءات، وأرسله للقنصلية الإنجليزية، جاء فيه: إن الرجل الذي أتاكم بالماء إنما هو رجل غير مسلم معروف يدعي الإسلام، وقد أتاكم بماء من المجاري وليس بماء زمزم، فنتيجة تحليلكم صحيحة بالنسبة للماء الذي أتاكم به، ولكنه ليس بزمزم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. محمد سيد الكون. وأخيرا، يستحب لأصحاب الحوائج شرب ماء زمزم المبارك على نية قضائها، وليقل عند شربه: اللهم إنه بلغني أن نبيك قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه مستشفيا به، فاشفني واغفر لي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وغير ذلك من الدعاء بخير. كما أنه يسن للحاج شرب ماء زمزم وأن يتضلع منه، أي يمتلئ منه شبعا وريا، وأن يستقبل القبلة عند شربه. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن هاجر زمزمت بيدها لكان عينا معينا. رواه البخاري، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.